السلام عليكم خوتي، كيف توما؟ بخير مزيانين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما العادة موضوع جديد، موضوع بزاف د الناس خلاو لي التعاليق ديالهم كيسقسيوني عليه، وانا ديجا تعاود في هذا الموضوع بزاف د النوبات. المهم اخوتي، الموضوع كيتعلق بالخدمة ديالي. نتوما كتعرفوني فين خدام، الناس اللي متبعاني عارفيني. بزاف د الناس باغيين يخدموا هذه الخدمة هذه، بزاف د الناس باغيين يخدموا في اي نوع من المواشي، يعني الغنام، المعاز، البقار، اي نوع من المواشي يقدر يخدم فيه. بزاف د الناس خلاو لي الميساجات ديالهم كيسقسيوني على الثمن المناسب ديال الكرة، شحال كيخلصوا ديال الفلوس في هذه الخدمه هذه، واش نقدر نخدمها بلا كواغط، وفين فين نقدر نجبر هذه الخدمه هذه. المهم اخوتي، انا عملتكم هذا الفيديو من العمل ديالي، حيتاش الوقت ما كيسمحش باش نجاوب على الناس. المهم فيديو غنلخصو لكم وغنشرح فيه كل شيء. انا ديما كنقول لكم يعني هذه الخدمه موجوده بزاف في واحد المنطقة، في واحد الولاية كما كيقول الجزائري، الولاية هي كومونيداد، هي كنسميوها مثلا هنا في اسبانيا هي خونتا كاستيا إليون، هذه هي كومونيداد، عندها البروفنسيات ديالها، عندها المدن ديالها، يعني عندها الأقاليم والمدن، يعني فيها 9 ديال المدن. هذه كومونيداد رقم واحد في اسبانيا اللي فيها هذه الخدمة هذه، أكبر كومونيداد في اسبانيا، كتجي موراها أندلسية. المهم هذه الخدمة اللي خدام فيها أنا ماشي ضروري تكون هاد كومونيداد، كاينين بزاف ديال الكومونيداد فيهم هاد الخدمة. كاينة لا ريوخا، لا ريوخا معروفة بالعنب، خدمة العنب في هاد الفيرمات. كاينة أراغون، أراغون اللي تابعة لساراغوسا، ساراغوسا تيرويل وغويسكا، غويسكا يعني كيما خدت هاد التليفون وأنا شعلتو عاوتاني باش نكملكم. كملوا الموضوع، قلنا غويسكا يعني غويسكا و ساراغوسا و تيرويل، هاد المدن هادو كومونيداد ديال اراغون، تا هادو فيها الخدمة هادي. المهم باقي نرجعو للأثمنة ديال الكرا و فيها تسكون. عندك قلنا عاود سانتاندير، سانتاندير غالية شوية خوتي، كومونيداد ديال كانطابريا غالية، جات على البحر و فيها الخدمة ديال البقر موجودة، ولكن طبعا ماشي تسمع موجودة، يعني كنقول لك أنا موجودة يعني بحال نتا غتخدم في الوزين، ولا موجودة يعني متعدده، يعني كتلقى بلاصه هنا فيها بلاصه لها، يعني كل فيرمه ماشي الفيرمات كيخدموا 10 15 واحد، الفيرمه كتخدم واحد جوج، يعني اللي عندهم بزاف كاين كيخدموا 4 الناس 5. المهم حنا دابا كاين استورياس، استورياس اخوتي هي حخيخون اوفيدو في البوبلوس ديالها، في الجبوله ديالها كتلقى هذه الخدمه هذه. انا كنقول لكم هذا الشيء للناس اللي باغا تخدم وتدبر على راسها، اما اللي غيقول لي الواحد يمشي للمدينه يدبر على راسه، الله يسهل عليه، حتى واحد ما كيمنع لك شي حاجه، كل واحد حره. انا كنعطي واحد المعلومه من واحد الشخص اللي باغي يمشي لهاد البلايص هادو، انت باغي تمشي للمدينه وتضرب الدوره، تدخل الديسكوتيك وتزو، هذاك شغلك، هذاك حياتك، هذاك. انا كنهضر على اللي باغي يدبر على راسو، يدسو براسو، يصاوب الوريقات ديالو. اما اللي بغى النشاط، النشاط بقى نحتاشط. المهم اخوتي، كنهضركم بزاف، كنركزكم على خونتا كاستيا إليون، راه فيها 9 المدن. العاصمة ديال هاد الكومونيتي هي فايادوليد، عندك سامورا، عندك سلامانكا، عندك سيغوبيا، أفيلا، سوريا، بوغوس، وبالنسيا، وليون. هاد 9 المدن هادو أخوتي ركزوا على مناطق ديالهم، على بروفنسيات ديالهم، على الأقاليم. يعني جيتي لليون ماشي غنمشي لليون، مشينا واحد ليون، جيتي بالنسيا هي اللي كنركز عليها بزاف، مدينة بالنسيا ماشي فالنسيا، بالنسيا، بالنسيا فيها واحد النسبة ما كتحصاش ديال الفيرمات، في أي بويبلو تلقى، أي بويبلو غتلقى الفيرمات، فيها تسرحة. المهم اللي بغى يخدم ويسهل عليه الله يمشي لهاد المناطق هادوما ديال كاستيا إليون. كيقول لي بلاد ما يقول لي واه كاستيا إليون ما فيها لا مساعدات لا والو، كاستيا ليون ما فيهاش المساعدات، اتفق معاكم، ولكن فيها الكرا رخيص. هنا الا مشيتي للبويبلوات ديال بالنسيا ولا بوغوس ولا سامورا ولا سيغوبيا ولا سوريا، غتلقى الدار 200 اورو، 250 اورو، 300 اورو ماكسيمو 350، الدار بالسنسور ديالها كلشي ديالها. غتقول لي فين غنلقى هادشي؟ غتدخل ميل انونثيوس، غتدخل ايدياليستا، غتدخل فوتوكاسا، كاين بزاف د ابليكاسيون تقلب فيهم، تواصل مع موالين الديار، كونفيرساسيون في الواتساب، هضر معاهم، يعني باغي تكري. غتقول لي انا ما عنديش الباسبور،
ما عنديش ريسيدنسيا. غنقول لك انا تهاود مع مولد راه بارتيكولار يقدر يكري لك، راه بارتيكولار ماشي هي اجونس باش نكونوا عارفين. عاوتاني يطفى لي التليفون بدا كيعطي لي العلامه. المهم الخوت، جيتهم بارينثيا، سلامانكا، سيروبيا، سوريا، افيلا، وزيدو زيد، هاد المدن هادو تقدر تجبر فيهم الخدمه، ولكن ماشي غتجي في النهار الاول، غتسكن دبر الدار تسكن فيها يعني ماشي غير يعني غنقول لك كيفاش غتعمل الدراري. مثلا اخوتي الدراري اللي ما عندهمش الوراق، ما عندهم حتى واحد، وغايجيو لنينا ما يمكنش تجيو ما عندك والو، خصك تجيب بس صوبي راسك، يعني على الاقل واحد يجي في جيم واحد 1000 دولار الا كنتي غتكري بيت انت. يعني هنايا ما غتلقاش في البويبلوات، ما غتلقاش بيوت قليل، مثلا ديك البويبلو تقدر تلقى البيت 150 اورو ولا 100 اورو، 70 90 100 150 200 ماكسيموم، ولكن في البويبلوات صعيب، فهمتي؟ البويبلوات يعني كتجبر مثلا تقدر تكري لك شي نصرانيه هكذا، شي بانيه تكري لك، تكري لك شي بيت معاها وانت ساكن وكتخلص، ومن بعد راك كتقلب. يعني كاين الناس كيكريو بيوت كتما كتجبر ابيتاسيون سيالكيلا ونابيتاسيون 150 اورو الميس ونافيانسا مثلا، فهمتي؟ هادشي اللي كتجبر، ما يمكنلكش تجبر مثلا بيت ب 500 اورو، ماشي غادي انت تسكن لي في مدينه كبيره، انت غادي تسكن في البويبلو. يعني الواحد الا مشى للبويبلو مثلا في بالنسيا، غادي تمشي تشوف في البويبلو في بالنسيا، ساهله تدخل البويبلو في بالنسيا، غتبقى تشوف الاثمنه ديال الكرا، دي بيوت، عمل ابيتاسيون، عمل كاسا، عمل با ابارتامينتو، المهم غتقلب هيدا، غتجبر الاثمنه، شوف الثمن المناسب اللي غتقد عليه، شوف النمره التليفون، كتب مولاها في الواتساب ولا عيط له، الا كنتي عايش في اسبانيا طبعا، الا كنتي شي عايش في اسبانيا تواصل معاه في الواتساب، راه كتجبر عندهم الواتساب. المهم يعني الواحد يخربش، المهم يعني يقلب على راسه، ماشي كاين اخو ما كي هاد الهضره ما كتقنعوش، كاين اخو خصك تدبر له السكنه والخدمه وكلشي، وهذا الشيء راه من المستحيلات اللي تلقاهم، فهمتي؟ انت جيتيني هنايا خصك تعول على راسك، وديما الواحد الا كان غايجي عند العائله ديالو، شي عائله اللي غتصوبيه حتى هو يقوم بالواجب ديالو، يعني يفتش على راسه، ماشي يعطيها الماكله والنعاس والدورات والقهاوي والتليفونات واللايفات في الفيسبوك وزيد وزيد. الواحد يجي عند العائله ديالو يصوبي راسه، يقلب على راسه ويدوباني راسه، ما يبقاش هيدا. جيتي عند صحابك كذلك نفس القصه، واحد يفتش على راسه، هذا الوقت هيدا حكمت، ماشي غتجيني هنا غتبقى جالسه تجي لك الخدمه من يدك، الخدمه ما تجيلكش، الخدمه اذا ما قلبتيش عليها انت هنا ولا عملتي شي سبب راه ما كاين والو، يعني الواحد يفتش على راسه. المهم اخوتي ركزوا لي بزاف على بالنسيا وثامورا، فتشوا في البويبلوات ديالها، شوفوا الاثمنه اللي بغيتو، الواحد يتواصل كري بيت كري دار، المهم يجي معاه جيبو ورداد الوالدين ديالو، هادشي اللي بغيت نقول لكم اخوتي. المهم ما نطولش عليكم بزاف، تحياتي لكم، تهلاو في راسكم، وتخليو التعليق ديالكم، عجبكم الفيديو خليو كومونتير البصمه ديالكم، نتلاقاو في الفيديو اللي ما جاي، السلام عليكم.